فكرة وجود أولاد أو أطفال، يعني عم نحكي أطفال يعني بعمر 10 سنين 11 سنة، دول كانوا أخطر حاجة عدت علينا، لأنه هو حل من اثنين، يا إما هو موهوب جدا موهبة غير عادية فده ما بتقدرش تتكلم فيه، كل اللي هتقدر تقوله له إنك حافظ على صوتك، عند سن البلوغ لازم تسكت فترة طويلة علشان صوته ما يحصلش فيه الكراك اللي بيحصل مع نقلة سن المراهقة دي. لكن إنك يكون طفل باقي ما بانش معالم آلته الموسيقية اللي هي صوته، فما كان بغيش يتحط في لحظة ضغط. نحن أصرينا أحيان أنه الرفض يكون ضروري تمشين هالشخص ينضج ويقدم حاله بمرحلتين.